السلام عليكم. في ناس ظهرت عندها مشكلة، هو إن هو لما بيجي يعمل زوم بيلاقي بعض الهواتف اختفت أو بعض الشغل اختفى، يعمل كده يلاقي الشغل موجود زي ما هو، فده مشكلة في كارت الشاشة. فالمشكلة في إيه؟ لما يجي كده ممكن نقرر وول أوبشن، وبعد كده هاجي هنا في الجرافيكس، تمام؟ هتلاقي هنا بيقول لي يوز هاردوير اكسلريشن دايركت 3D. ممكن يكون الكارت الشاشة بتاعي زي ما انت شايف كده مش مدي الصلاحيات او مش بالقوة الكافية ان هو شغله، فانا اشيل العلامة من هنا، تمام، واقول له اوكي، وبعد كده اقفل الريفت وافتح تاني، تمام. تلاقي المشكلة دي اتحلت، وهي كده يعتمد على الامكانيات العادية لكارت الشاشة وليس على الكارت اللي هو الامكانيات الادفانس.